إلى ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرس الثوري الإيراني صرف مبلغ 16 مليار دولار منذ عام 2012 من ثروات الشعب الإيراني لدعم نظام بشار والميليشيات الإرهابية في سوريا والعراق واليمن. أضاف ترامب أن وزارة الخزانة الأمريكية بصدد إظهار دعم بلاده للشعب الإيراني رغم الرقابة والقمع التي يعاني منها. وأعلن ترامب أن الحرس الثوري هو جيش معادٍ يروع ويسرق من الشعب الإيراني من أجل تمويل الإرهاب في الخارج. دعا في الوقت نفسه الى مساءله الحرس الثوري والنظام الايراني عن الهجمات الالكترونيه التي ينفذونها في الخارج من اجل قمع الشعب الذي يتظاهر ضد حكومته